العرش الله أكبر يا خليج ضمنا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والسعادة والسرور. اليوم الجولة الثانية للجولة للمجموعة الثانية، المباراة الأولى مباراة الكويت والعراق، والمباراة الثانية مباراة المنتخب السعودي والمنتخب اليمني. المباراة الأولى تبدأ الساعة 4:15 بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت البحرين، والمباراة الثانية الساعة 7:15. بعدما حزم الأبيض الإماراتي حقائبه للدور القادم، تسعى فرق المجموعة الأخرى للحاق به من خلال مباريات الجولة الثانية. اللقاء الأول يجمع أصحاب الانتصار في الجولة السابقة، المنتخبان الكويتي والعراقي، فالأول تجاوز اليمن بهدفين نظيفين، والآخر تفوق على الأخضر السعودي بالنتيجة ذاتها. ولكن القمة التي ستجمعهم اليوم يهدف كل منهما للعبور للدور القادم من خلالها، وخاصة الأزرق الكويتي الذي لا يرغب في تأجيل الحسم للقاء السعودية، حين العراق سيسعى لتأكيد ظهوره القوي والاستعداد للمراحل المقبلة من خلال تسجيل فوز التأهل. أما المواجهة الثانية فيأمل الأخضر السعودي بإبطال أي مفاجأة يعدها له المنتخب اليمني، ونفض غبار الخسارة الأولى بفوز يعيد له الروح وفرصة التأهل بعدما وضعته ومديره الفني ريكارد تحت ضغوط كبيرة، وهو الذي شارك بأسماء قوية يتزعمها القناص ياسر القحطاني، حين المنتخب اليمني المتطور والذي أحرج الكويت قبل أن ينهار لهدفها الأول يمني النفس بتسجيل فوز هو الأول له في تاريخ مشاركاته، وبالتنظيم الدفاعي والتألق الكبير لحارسه سعود السوادي يبدو بأنه سينتظر الهفوة من منافسه للإنقضاض عليه وإثبات بأنه ليس الحلقة الأضعف في البطولة الخليجية. الكويت والعراق، اليمن والسعودية، هل تحجز من خلالها ثاني مقاعد مربع الذهب أم يؤجل الحسم للجولة الأخيرة؟ المباراة الأولى مباراة الكويت والعراق، مباراة يعني أيضا يسمونها من المباريات المبكرة، النهائي المبكر. كابتن الوقت الواقع أستاذ خالد، اليوم مباراة مهمة جدا بالنسبة للكويت وبالنسبة إلى العراق، لأن معناتها أنه اليوم حسم راح يكون بالنسبة للمجموعة، لأن دائما المباراة الثانية هي تقرر مصير الفرق اللي راح تتأهل إلى الدور الثاني. الفريق احنا العراقي مثل ما شفناه سابقا يعني قدم مباراة جيدة واستطاع أن يفوز بالمباراة، أما الآن الوضعية اختلفت، فريق الكويت غير إمكانيات قابلية لاعبي، كذلك مهاراتهم داخل الملعب، عندهم لاعبين يملكون مهارة يملكون سرعة عندهم من الخبرة والتجربة، خاضوا كثير من المباريات، بإمكانهم أنه يلعبون بشكل أفضل وبإمكانهم أن يكون يشكلون خطورة على الفريق العراقي. كذلك بالنسبة للفريق العراقي يجب أن يحافظ على مستوى الأداء اللي قدمه في المباراة الأولى، ويحاول دائما أن يركز على منطقة الوسط وخلق الفراغات بالعمق الدفاعي الكويتي واللعب على الجوانب، لأن مهم جدا، لأن تكدس الدفاعي بالنسبة إلى منطقة الوسط لا يمكن الاختراق منها بسهولة، فعليه اللعب على الجوانب يكون أفضل طريقة للنفاذ وعكس الكرات إلى منطقة الجزاء. فأعتقد اللاعبين العراقيين اليوم راح يلعبون بإصرار وعزيمة وقوة، لأنه المباراة الأولى أعطتهم ثقة وأعطتهم معنوية عالية في سبيل أن يخوضون مباراة الكويت
وهم على أتم الاستعداد. كابتن فوزي مساك الله بالخير خالد. الله يمسك بالنور والسعادة. جاهزين حق العراق؟ أعتقد أن الآن نكون أكثر جاهزية من مباراتنا السابقة، على اعتبار أن أيضا الفرق الآن كلها لعبت، شفنا الفرق كلها، كل فريق شاف الفريق الآخر. جانب مهم خالد أن الفريق العراقي حقيقة يمكن لعب مباراة سابقة أمام المنتخب السعودي، وإن كانت واحدة من أكثر مبارات تكتيكا حقيقة من الفريقين، وانتهت صجنا فوز الفريق العراقي، لكن من كرات ثابتة، فبالتالي كان الفريق العراقي يركز على النص أو عفوا الاختراق من العمق، وعنده طوال مدافعينه، وعطى مجال للاعب السعودي أنه يروحون على. فإحنا اليوم لازم نستفيد من هذه الحركة اللي صارت. انا اعتقد ان احنا اخطانا يمكن في مباراتنا السابقه في الشوط الاول، وان كان يمكن الفريق اليمني اجاده جدا ممتازه في الشوط الاول من حيث اللعب بشكل خلينا نقول اكثر توازنا حقيقه بالدفاع والهجوم، وان كان يعني طمع شويه في نهايه الشوط، وكان كانت له الافضليه بتسجيل هدف، لكن الشوط الثاني اعتقد ان مدربنا تلاشى الخطا اللي صار، بحيث انه خالد اخرج فهد الرشيدي وادخل فهد العنزي وعمل تدوير وعطى مجال لفهد عفوا لبدر مطوع انه يكون تحت المهاجم، وبالتالي لعبنا بمهاجم واحد صريح وهو ما يفترض. اليوم اذا كان الفريق العراقي يلعب بنفس تشكيلته بالدفاع باربعه وخمسه اللي هو علي الرحيمه تحديدا، علي الرحيمه يكون فيها اكثر من يمكن ايضا سيف سلمان، انا اعتقد دخولنا الان اليوم من الاطراف راح يكون جدا كبير، لكن بدون رفعات عاليه راح تكون طريقه الكروس او طريقه الرفعه تكون للاسفل بشكل جدا قوي، ومن ثم متابعه اللاعبين. انا اعتقد بهذه الطريقه ممكن نشكل خطوره على الفريق العراقي، انما اختراق من العمق راح يكون فيه نوع